حضرت اليوم بشرف لقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم أوراق اعتمادي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ونقلت لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون تحيات الصداقة والأخوة والمودة والمحبة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتطلع للقاء قريب إن شاء الله يجمعهما بإذن الله تعالى. وتناول اللقاء العلاقات المصرية الجزائرية القوية التاريخية الوطيدة والراسخة، ويتتسم بالعمق والدفء والمحبة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والفنية والشعبية بين الأمتين الجزائرية والمصرية. وأعربت عن تقدير القاهرة لدور الجزائر في دعم الأمن والاستقرار عربيا وإفريقيا ودوليا، وأن الجزائر قوية قادرة بإذن الله تعالى على تعزيز العمل العربي المشترك انطلاقا من قمة الجزائر العربية. وأكد اللقاء على أنه استنادا لهذه العلاقات القوية والراسخة، فإن مصر الجديدة والجزائر الجديدة ينظران بكل ثقة للمستقبل نحو شراكة استراتيجية قوية على كافة المجالات والأصعدة. هي شراكة أساسها الاحترام العميق وأمادها المصالح المشتركة وهدفها رخاء وازدهار وتقدم الشعبين المصري والجزائري.